صباح الخير، الاخبار عاملين ايه؟ انا دلوقتي مش بصور فلوج، انا هحكي عن موقف حصل معايا من البوكينج اللي هم نصبوا عليا وفي فلوس تقريبا يعني تعتبر اتسرقت مني. انا بقالي تقريبا 3 سنين بحجز عن طريق البوكينج لما باجي انزل من براك على الغردقه، فبالتالي كل بياناتي عندهم، يعني الاسم والعنوان ورقم التليفون والايميل ورقم الكريدت كارد والحاجات دي كلها، عشان حجزت عندهم 3 مرات. فمن كام يوم وانا في القاهره كنت عمال ادور على الفنادق اللي هنزل فيها على الغردقه المفروض، فلقيت البوكينج اسعارها كانت غاليه قوي، فقعدت ادور كتير يعني اشوف اسعار كويسه فما لقيتش، فقلت هحجز من اي مكتب سياحه في مصر. فسبت البوكينج قعدت ادور ما حجزتش اي حاجه. بعد كده دخلت نمت، صحيت تاني يوم الصبح لقيت جاي لي ايميل مكتوب ان اللي انت تم كونفيرمد الحجز بتاعك، كونفيرمد بالكريدت كارد بتاعك، وان انت المفروض تيجي 6 ايام 7 ليالي في سهل حشيش بحوالي $900، اللي هو من اليوم اللي انا صحيت فيه يعني. فانا طبعا استغربت اني ما كنتش حجزت اي حاجه اصلا، وانا دخلت اي بنات ولا اي حاجه. فاتصلت بالفندق، فلقيت الفندق بيقول لي يا فندم احنا مستنيينك، المفروض تكون موجود النهارده. فقلت له موجود ايه، انا نايم اصلا في البيت وما حجزتش اي حاجه يعني. قال لي ازاي انت موجود عندنا انك حاجز اسبوع وانك المفروض تدفع $900 اول ما توصل. فانا طبعا استغربت، انا اصلا ما حجزتش اي حاجه ولا دورت اصلا على حجز في سهل حشيش. فقعدت اتصل بالبوكينج فما كانش حد بيرد، كانوا بيقعدوا يقولوا لي لو انت حاجز حط رقم الحجز، لو انت عايز تحجز دوس، مش عارف ايه، ما فيش اي حد اتواصل معايا خالص. تقريبا حاولت اكلمهم حوالي 6 7 مرات ما حدش رد عليا. بعت لهم ايميل ما حدش برده رد. فاتصلت بالاوتيل تاني فقلت له دلوقتي طب انا ما حجزتش ومش جاي اصلا، انا موجود في القاهره، فالمفروض انا اعمل ايه دلوقتي؟ فقال لي بص، هو الموضوع مش تبعنا احنا اصلا، الموضوع تبع البوكينج، فاحنا ما نقدرش نفيدك في اي حاجه، بس الحل الوحيد انك هتضطر انك تكنسل وهيتخصم منك حق اول ليله. فانا قعدت اقول له انا برده ما حجزتش، ليه يتخصم مني حق اول ليله وانا اصلا ما حجزتش، انا عملت اي حاجه، انا اصلا ما اعرفش الحجز ده جه ازاي يعني. فقال لي فعلا احنا ما لناش اي ذنب، انت حوارك كله مع البوكينج يعني. فبعت البوكينج ايميل كمان قلت لهم ان انا اصلا ما حجزتش اي حاجه، وجالي ايميل ان انا المفروض اكون موجود في الغردقه دلوقتي. فردوا عليا لا، انك حجزت سهل حشيش وانك لو فوت تكون موجود هناك، وان لو ما حجزتش لو كنسلت هتاخد منك فلوس، ولو فضلت مكمل الحجز فهتاخد منك مبلغ الحجز كله اللي هو $900. فاضطريت ان انا كنسل وسحبوا مني $150، يعني انا اصلا ما حجزتش وما عملتش اي حاجه، ولما كنسلت فسحبوا مني حق اول ليله اللي هي $150. وقعدت اتواصل معاهم ان هم يرجعوا لي الفلوس، فما حدش رد عليا ولا حد قال لي ازاي انا ارجع لك الفلوس ولا اي حاجه من الحاجات دي. فلو حد مر بموقف مشابه فياريت يقول لي مثلا ممكن اعمل ايه عشان ارجع الفلوس، او الناس برضو تخلي بالها وهي بتحجز وما تدخلش رقم الكريدت كارد بتاعها الا لو كانت هتحجز بالفعل. لان انا بقول لك، انا بقول لكم ما اعرفش ايه اللي حصل بالظبط، ان انا لقيت فجاه ان انا محجوز ولازم اروح هناك وحاجات كده يعني. فحاجه غريبه انا مش فاهم لحد دلوقتي ازاي حصلت وايه اللي حصل، وبحاول ارجع ال $150 اللي هم اتسحبوا مني ومفيش اي رد من البوكينج يعني، فمش عارف الموضوع هيمشي على ايه. تاني حاجة، كان في ناس كتيرة سألت على المكان اللي أنا موجود فيه والأسعار بتاعته كده، إن أنا ما كنتش اتكلمت على الأوتيل قوي. أنا موجود في ديزرت روز ريزورت، ده موجود في الغردقة. زي ما قلت أنا ما رضيتش أحجز من البوكينج لأن الأسعار السنة دي طلعت تقريبا يعني الضعف. إن أنا فاكر السنة اللي فاتت لما جيت حجزت على الباتروس بالاس كان سعر الليلة فيه $115، دلوقتي تقريبا الليلة وصلت ل 180 أو $200 حاجة كده، فالأسعار مش طبيعية يعني. الفندق اللي أنا موجود فيه أنا حجزت عن طريق مكتب في القاهرة في الهرم، سعر الليلة 2550 جنيه لأوضة دبل، طبعا الأطفال بيبقوا مجانا. الفندق ده أنا تالت مرة أجي فيه، هو برضو يعني هو فندق 5 نجوم بس يعني كويس يعني، مش وحش بس مش اللي هو حاجة إكسترا يعني. يعني مثلا الباتروس بالاس أو فورد أرابيس كان حاجة أعلى منه بكتير يعني، بس هو فندق معقول. فلو حد حابب يحجز فيه يعني كعيلة وكده هو كويس للعائلات. آخر حاجة كنت عايز أقولها، إن في مستشفى بوريش حابين هم يعملوا إعلان، بس هم ما عندوش الإمكانية إن هم يعملوا إعلان يعني. مستشفى بوريش اللي هي بتعالج تقريبا حاجات رمزية أو ببلاش حاجة كده يعني. فلو أي حد حابب يعمل تبرعات لمستشفى بوريش، ويا ريت أي حد يسمع الجزء ده بالذات يعمل له شير أو يكتب حاجة زي كده يعني، إنك بتبعت رسالة على رقم معين هحطه في الديسكريبشن تحت، بيبعت لهم 5 جنيه لو أنت عايز تتبرع، لأن هم ما عندهمش القدرة المالية إن هم يعملوا إعلان في أي حاجة يعني. فأي حد يقدر يعمل شير للجزئية ديت أو يكتبها، فيا ريت يبقى جزاه الله خير يعني. انت بتبعت رساله، انا مش حافظ بالظبط الرقم، هحطه في الديسكربشن رقم كام، وان شاء الله هحاول احط الجزء دوت في كل فلوج هعمله، احط الجزء ده لو حد عايز يتبرع على مستشفى بالريش يكتب الرساله بالرقم الموجود، هيوصل تقريبا 5 جنيه. فانت لو عايز تبعت بقى رساله رسالتين 3 حسب ما انت عايز، بحيث ان شاء الله ان هم يقدروا يلموا مبلغ كويس يعني.
وتبقى حاجه مساعده يعني ان شاء الله. اتمنى برضو زي ما قلت ان لو حد عنده اي فكره عن حوار البوكينج فيتواصل معايا او يكتب لي كومنت هو عامله ايه او انا ابعت لهم ايه بالظبط عشان ارجع الفلوس، لان انا زي ما قلت انا ما حجزتش اي حاجه خالص وهم سحبوا مني $150 كده من لا شيء. لو صحيت منهم اصلا لقيت مخصوم مني $150، فمش عارف المفروض ان انا ارجعهم ازاي يعني. انا دلوقتي ده اخر يوم هنا في الغردقه ان شاء الله، واحنا نازلين دلوقتي على القاهره، فلما اوصل بقى من القاهره ان شاء الله ممكن ابقى اصور فلوجات ثانيه، اشوف ان انا فاضل لي اصلا تقريبا 12 يوم وارجع على براج، فممكن ان شاء الله احاول انزل فلوج كده او فلوجين حسب الظروف من القاهره. اشوفكم ان شاء الله من القاهره. السلام عليكم.